هاي بنات، معاكم يارا. اكيد انتو تعرفون منو ضيفتنا حق اليوم، بس اذا ما شفتوا عنوان الفيديو ولا شفتوا الصورة الموجودة، اليوم ضيفتنا اهي. هاي بنات، هاي يارا. انا كتير مبسوطة اليوم اني رح اصور مع يارا. بس يارا المشكلة انها مش هون، هي هناك. يارا هناك، يارا كتير بعيد. انتي بعيدة عني وانا بعيدة عنك، بس انتي دايما في قلبي. هذا هو السوشيال ديستنسينج الحقيقي، هيك لازم نبعد عن بعض. يعني لازم هي تصور من 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 بلدها وانا من بلدي. خلاص اتفقنا. روزا انسانة جدا حبوبة وعسل عسل عسل يا جماعة، عسل. فانا وايد مستانسة اني بصور وياها من بعيد اليوم، بما ان انا وروزا وايد نحب التيك توك. انا وياها كثير بنحب التيك توك، اي ثينك معظم وقتنا عليه اصلا. والصراحة انا عن نفسي وايد اتعلم اشياء جديدة من التيك توك. انا وروزا طلعنا حيل المكياج اللي دائما نشوفها على تيك توك، واليوم بنسويهم. متحمسة عشان اسوي هدول الهاكس، لانه من اول ما اتفقنا انا ويارا نسويهم وانا جد عم بستنى اللحظة يلي رح اسوي فيها الهاكس واثبت انه هاي الهاكس حقيقية مش كذب، عن جد بتنفع. صراحة روزا انا بعد وايد متحمسة، فيلا خنبدي. لا تنسون تسوون لايك كومنت وسبسكرايب، وخنبدي ويا الحيل. اول هاك زي انه كيف تحطوا الفيك لاشز بسرعه. بدي احكي لكم سر بس ما حدا يضحك علي، خصوصا انت يارا، لانه انا اصريت على يارا انه انا اجرب هاي الميك اب هاك، بس انا شوي ما بعرف احط فيك لاشز. يعني بعاني مع الموضوع، عندي كثير معاناه، كثير بستصعب الموضوع. جربت مره واحده بحياتي وما زبط، وبالعاده في حدا هو اللي بيحط لي الفيك لاشز. سو اليوم اجرب هاي الهاك. يا رب يا رب تزبط، يا رب ما تفشلني، يا رب ان شاء الله ما تفشلني، عشان هلا تصيري تعايرني وتحكي لي ها مش حكيت لك لازم انا اسويها. لا انا رح اسويها. طيب اوكي، اول اشي هنا رح نحط الجلو. سو هلا بدي احط، يا رب هلا بيختفي. اي ثينك تقريبا اختفى، ما زبط. بدي ارجع اعيد، والله رح ارجع اعيد، والله رح تزبط. استنوا، هاي Who cares أصلاً، صح؟ تام؟ I think إني رح أعتزل هاي الفكرة. Oh my god، خبصت على عيني. كل ما افتح تيك توك لازم اشوف هالحيلة. كل الناس اللي جربوها قالوا انه فعلا فعلا شافوا فرق في مكياجهم وفي الفاونديشن روتين مالهم، فمستانسة اني اجربه واشوف اذا فعلا ينفع ولا لا. هالحيلة فيها 5 خطوات. اول خطوة، رطبوا بشرتكم. انا بستخدم طبعا Total Moisture Facial Cream من Benefit Cosmetics. وترطبون بشرتكم، عقب ما ترطبين وجهك تاخذين بودرة وفرشة بودرة، وعلى الخفيف تطبطبين البودرة فوق المويسترايزر. اوكي نجرب. اصلا الحياة كلها تجارب، تعرفون يعني لازم نجرب اشياء جديدة في الحياة. اوكي وكذي حطيت بودرة على وجهي كله. ثالث خطوة، انكم تثبتون البودرة بسيتنج سبراي. انتظروا لين ما السبراي ينشف تماما. يا ريت ان الحين صار وقت الفاونديشن، بس لحين ما خلصنا الخطوات. فوق البودرة وفوق السبراي حطوا برايمر. انا طبعا بستخدم بروفيشنال برايمر. هذه حيلة وايد غريبة بس احس انها راح تضبط. يعني تخيلوا عقب كل هالطبقات ما تضبط، صراحة بزعل. واخيرا صار وقت الفاونديشن، انا بستخدم الهلو هابي فلولس برايتنينج فاونديشن، وخلينا نشوف اذا هالحيلة بتضبط ولا لا. اوكي ومع بيوتي بلندر بطبطب الفاونديشن. لحظة خلينا نشوف. لحظة لا تستانسين وايد يارا، يعني خليك شوي صبورة. الناس قالوا ان عقب ما سووا هالحيلة شنهم حاطين فلتر على وجههم، وحين فهمت قصدهم الصراحة. honestly وايد حبيت، وايد حبيت. oh my god. واللي اخترعت هالحيلة تقول انه مستحيل المكياج يتحرك انزين ولا يكون في اي خطوط او كريسنج. فاذا عندكم عرس او شيء كذي، هذه الحيلة ممتازة ممتازة.
او ماي جود لا حبيت مضمونه جربوها. لا هاي الميك اب هاك الثانية اللي يارب تزبط معاي لأنه هي نسوي زي فيك فريكلز زي نمش بس كذبي. رح نستخدم البرونزر. سو هلا بدي أطول الهولا برونزر من بنفتس إنه أنا كتير بحبه. كمان رشة بعدين هولا برونزر هاي هيك هنزل and guys I think زبط. Oh my god فعليا ممتازة سنس انه انا شايفة في نمش اكيد يعني اوكي مش بهالاتقان بس انه هي بتزبط لازم هاي يعني يمكن يكون حدا متقن اكتر بس بتزبط. تبع الفولس لاشز كمان اتوقع هو بزبط بس انا ما عرفت اسويها. من أكبر موضات 2020 مظهر الوجه المرفوع. هالحيلة تخليك تحصلين على نفس هالمظهر بالكونسيلر بس لازم تحطين الكونسيلر في مناطق معينة عشان المظهر يضبط. نحط كونسيلر هني جنب الخشم اوكي الطرف الداخلي من العين ما أدري ليش حاطه هني بس نحط نقطة واحدة هني. طبعا نحط كونسيلر بهالشكل في الطرف الخارجي من العين وبعدين ندمج 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 ندمج. عقب ما تحطين الكونسيلر تاخذين بودرة وتحطينها في نفس المناطق عشان تسوين شوية بيكينج. اوكي سو كتبوا لي ايش رايكم. انا صراحة ما اشوف فرق وايد كبير يعني صراحة يمكن ظلمت الحيلة شوي لان عقب ما حطيت كل مكياجي حسيت انه ما ادري جايز ما ادري كتبوا في التعليقات لان شوي قاعدة اشوف الفرق. حط هايلايتر طبقة واحدة بعدين سيتنج سبراي فوقه بعدين كمان هايلايتر عشان يعني يكون كتير حلو. مع انه انا بالنسبة لي بحس انه الهايلايترز تبعون بنفت اساسا هم كتير فيهم كتير اضاءة يعني بيعطوا اضاءة انه جد حلوة بس ما بدور اذا جربنا هاي الميك اب هاك. اكتر هايلايتر بحبه بالتشيك ليدرز برونز سكواد باليت من بنفت هو كوكي هايلايتر. رح اخذ واحط وراح احط كمان اوه ماي جاد اللمعة I think هاي الميك اب هاك جد منيحة ليه انا ما بعرف عن هذا الاشي من قبل اوه للمرة الالف التيك توك بحسسني انه انا ما بعرف اي اشي عن الميك اب مع انه يعني عادي انا بعرف بس انه بحس هدول التيبس او زي الهاكس جد الواحد بيقدر يستفيد منهم بالحقيقة سو انا كثير مبسوطة لاني اكثر وحدة رح اعملها تبعيت الهايلايتر. هذه الحيلة حق الناس اللي يحبون الحواجب الحادة والمحددة. سو تاخذون فرشة حواجب انا بستخدم اللي موجودة في كبراو لاني بستخدمها بعدين وصمغ الرموش. سو تحطون صمغ رموش على صبعكم عقب تحطون الصمغ على الفرشة من الصوبين وتضغطون عشان يصير وايد ضعيف. تحطونه على جنب لمدة 5 دقائق لين ما ينشف. بروح اغسل ايدي وبرجع. سو الفرشة نشفت بغمسها في الكبراو اوكي وبحدد حواجبي. اوكي سو الحيلة تضبط بس احس انها ما تسوى بالمرة. ما حسيت ان هالحيلة سوت شيء وايد غير لان الكبراو اصلا يعطيك حواجب محددة. سو كتير كتير انبسطت انه انا كنت مع يارا اليوم بهذا الفيديو. يارا I miss you so much. ان شاء الله نشوف بعض قريب يا رب. love you يارا و ان شاء الله زي ما حكيت نشوف بعض قريب ونسوي هدول الميك اب هاكس وجها لوجه قدام بعض. انتي هون انا هون. كتبوا في التعليقات اي حيل عجبتكم اكثر شيء واي حيل ممكن تجربونهم بعد.
فسووا لنا فولو at benefit middle east on TikTok and Instagram. سووا لي فولو على TikTok والإنستغرام at yourzies. وطبعا سووا فولو حق روزا على TikTok وعلى الإنستغرام at روزا. بس بغيت أشكر روزا مرة ثانية، أنا وايد استانست وياك في الفيديو، وإن شاء الله المرة الجاية نكون سوا. سووا لايك كومنت وسبسكرايب، وبنشوفكم المرة الجاية إن شاء الله. باي.